اصلا حتى صحيح. يعني انا اول شيء خلينا نشتغل على الانديه ونعرف شلون حتى زين انت هذا انا الحين خلني من الانديه بعد علي دقيقه علي الانديه اسمعني اللي تشتغل صح انا اعطيك مثال نادي الكويت احنا لله الحمد المراحل السنيه في كل الالعاب مو بس كره القدم في كل الالعاب قاعد ولكن قاعد نحصل هالبطولات هذه ولكن شنو نحصل من وراها نحصل وراها تشكيك في بطولاتنا هذه من بعض الاقلام ومن بعض الناس انه يشككون في انجازات نادي الكويت ان انجاز نادي الكويت انا قاعد اقول لك في تكسير ميادي في تكسير ميادي اللي يشتغل صح بهالديره ما تبونه لا ما تبونه تبون اللي يخربط تبون اللي يلتوي يمين يسار واللي يخنبق بكل مكان باي مجال ما تبون اللي يشتغل صح لا ابو خالد خلينا نتكلم بالواقع اللي يشتغل صح بهالديره ما يبونه خلنا اقول لك انت قاعد تحلل في برنامج رياضي وانا اشوفك ثوري ومساعد قلت لك لا 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 عادي انا من شفتك قاعد اتكلم قاعد اتكلم لحظه من وايد وايد لا في 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 لا في 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 وايد في ليش في ناس تحط اللقطات التحكيميه احنا نقول برايك مقتنع فيه حقيقه انا مشكله وفي في ناس احنا مشكلتنا مو نادي الكويت احنا ايش دخلنا بنادي الكويت مو انا قاعد اقول لك احنا قاعد نتكلم عن تطوير منظومه على لحظه على انتخابات المنظومه المنظومه الرياضيه هذه تشمل اذا بتطور اذا بتطور المنظومه الرياضيه اذا مو مقبول عند بعض الاشخاص وبعض الناس يبا راح يطلعون عليك 60,000 خلي يطلعون اذا انا واثق من نفسي وانا عندي رؤيه واشتغل في ضمير واتعامل مع الكل في مسطره واحده ما يهمني خلي يقول اللي يقول انا جاي اشتغل عشان مصلحه الكويت المنظومه الانديه واحد يا جماعه واحد انا اعطيتك مثل نادي الكويت كمثل رياضي بس عشان نقول لك المتابع شلون كان وفي انديه ثانيه قاعد تشتغل علي على ايام لا بقول لك بس نادي الكويت علي